السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الريفت بيديني خيارين، أول خيار إن الخطوط تظهر معايا بتخانة معينة أو تظهر كلها بدون تخانة، تمام. فأنا عندي أمر اسمه سين لينث، زي ما حضراتكم شايفين بيظهر حاجة اهي خطوط عادية خالص، أدوس عليه تاني يراجع كل حاجة بالتخانة اللي كان مرسوم بيها. الاختصار بتاعه على لوحة المفتاح تي ال.